سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقيكم هذا الفيديو هذا باحوال جيده يا ربي. المهم كما كتشوفوا باقي النهار، اغلبيه ديال الفيديوهات كنصور لكم كيكونوا بالليل. اليوم قلت غادي نصور لكم، دوزوا معايا نهاري، اي حاجه درتها راه غادي نصورها لكم. المهم كاينه واحد المناسبه اليوم، معروضين واحد الدراري صداق ديال اصدقاء واحد الصديق ديال راجلي، جوج بواحد هما عراقيين، دايرين دراري صداق اليوم وعارضين علينا. المهم اليوم نهار زوين كما كتشوفوا، الجو زوين ونهار زوين، مناسبه زوينه. المهم قلت غادي نصور لكم فيديو دوزوا معايا نهاري كما بغى يكون، غادي دوزوه معايا. المهم دابا انا يلا خملت هاد البيت هادي اللي انا فيها والبيت نعس ديالي، وموراها مشيت للدوش، دوشت ضربتها بشدويشه، دابا يلا نشفت الشعر ديالي، دابا اولا غادي نصايبو هي هذيك، ومن بعد غادي نماكي. المهم غادي نصور لكم دابا الطريقه باش كنصايب الشعر ديالي، وموراها الميك اب غادي نديرو لكم في اللايف، غادي ندير لكم لايف وانا كنماكي. المهم مكياج هكا متواضع وصافي، وغادي دوزوا معايا نهاري ان شاء الله. غادي فاش نمشيو تما غادي نديكم معايا، يلا خليكم معايا ان شاء الله يعجبكم الفيديو. هنا البنات اول حاجه كنبدا بيها هو هذا البرودوي هذا اللي زوين زوين بزاف للشعر، كيحمي الشعر ديالنا من الحراره ديال اي حاجه سخونه ديال لي بلاك ولا بابيليز ولا السوشوار، واللي راني نصحتكم به شحال من مره في الفيديوهات ديالي، ما كنساش ديما كنستعملو هو باش كنبدا. وثاني حاجه كنفرق الشعر ديالي وصافي كنمشطو، حيت انا النوع ديال الزغبه ديالي دغيا كتخبل، واخا نكون يلاه ماشطاه وغير نلعب فيه غير شي شويه كتخبل ليا. ما عرفت هذا المشكل هذا عندي واقيلا حيت عندي الزغبه رقيقه ولا ما عرفت شنو. مهم انا كيما شفتو مشطو وفرقتو ودابا بديت كنصايبو غير بلي بلاك صافي. البنات كما كتشوفوا انا ساليت شعري، صاوبته غير سامبل وواحد جوج ميشات هنايا في لافرونش، درت ليهم بحال ستيل ديال بابيليس كما كتشوفوا. صافي ومشيو دابا حيت مازال الوقت، ودابا كما كتشوفوا انا غادي نحدد، جبت الكومبلي ديال راجلي وجبت القفطان ديالي، غادي نحدو اعاده حاجه عندي هي الحديده اللي بحالي تكتبها لي في الكومونتير، كنكره الحديده الا ولا كان من الضروره خصني نحدد، عاد كنحدد حيت كنشوف كتقايف بياسه وحده تتقاي جالسه فيها نص ساعه وانت كتحددي في الاخر كتلبسيها كترجع كيف كانت في الاول. المهم خليكم معايا انا دابا نكمل الحديده وانا معاكم. البنات هنا دابا يلا ساليت معكم اللايف، انتما كيما كتشوفوا القفطان ديالي راه جيت نحددو، ما عرفتش نحددو حيت التوب ديالو ديال المبرة ما عرفتش نحددو، وصفت راجلي بزاف باش نحد، مشى للمصبانه داه ليا حددو ليا، دابا انا غادي نلبسو غنوريكم الحله. خليكم معايا. المهم البنات شوفوا هذه هي الحله الاخيره، ودرت هنا عليا شال حيت كاين البرد، زيد هاد الصاك هذا صبي بيض تعمل معاليش صافي هادشي لي كاين.
لي انا ده والله انا ناس عندي راس وهنا شديت لكم هاد اللباس ديالهم باش نوريكم كيفاش داير. عندهم حتى هما الفوق والتحت بحال التكشيطه ديالنا، غير هما كيشدوه بهاد المضمه هادي عريضه وديال الذهب، زوينه بزاف. المهم عجبني اللباس ديالهم. وهنا شديت لكم هاد اللقطه هادي ديال تركاب الخواتم. كما كتشوفوا هادي غير حفله غير ديال تركاب الخواتم، فيها غير شويه ديال الاصدقاء والعائله، ولكن ان شاء الله السمانه الجايه غتكون الحفله في القاعه، زعما حفل ديال الزواج العرس غادي يكون في القاعه ان شاء الله السمانه الجايه. وعندهم هما في التقاليد ديالهم كيعطيو بحال هاد الحفله داك، كيعطيو بقلاوه والعواصر والتمر والشكلاط. وكيف ما كتعرفوا التقاليد كتختلف من بلاد لبلاد، كل بلاد وعندهم التقاليد ديالهم، كل بلاد وشنو كيديروا وعلاش كبروا. المهم دازت حفله زوينه واستمتعنا معاهم واستحنا شي شويه ودوزنا الوقت، وان شاء الله موعدنا السيمانه الجايه غادي نصور لكم العرس في القاعه ان شاء الله. كوكو البنات، المهم انا دابا يلاه رجعت عيانه فريمون عييت، دابا شي 12 ديال الليل، يلاه جيت بدلت لبست البيجامه ديالي، وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا نتوما عشتوا معايا لحظات زوينه. المهم دابا بغيت نديماكي الوجه ديالي وبغيت نبارطاجي معاكم هذا ديماكيون اللي كنستعمل. وكان نتفكم البنات معملكم تنعشو بماكياج. دابا انا واخا عيانه ولكن ضروري خصني نديماكي الوجه ديالي، ومن بعد غادي ندوز نغسلو. اول ايطاب غادي نديرها هي انني نديماكيي، وممكن نستعمل هذا ديال غارني. نتوما شوفو هذا اللي هو صفر، فيه واحد زيت صفرا، كاين الزرق وكاين الغوز وكاين هذا. استعملتهم جوج الاخرين، ولكن هذا اللي زوين كيديماكيي واعر، فيه شويه ديال الزيت اويلي ماشي بحال الاخرين ما زوينينش. هذا كان ديماكيي الوجه ديالي به، والعينين كان ديماكييهم. انا نوريكم دابا كان ديماكييهم بهذا ديال اس في ار، زوين بزاف. هو شوفوا ماشي ما على شكل جيل، زوين بزاف. هانتوما شوفوا دابا غندير ماكياج الوجه ديالي وغندير الروتين ديالي الليلي ضروري ضروري، وغندير غير ارغان، زيت ارغان صافي. من بعد غادي نعس موت. نوريكم الوجه مسكين ما كانش كيتنفس.
ومازال. المهم دابا غادي ندير ماكياج ديالي، غنسالي الروتين ديالي الليلي. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، اللي عجبكم خليو ليا لايكات 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 لايكات. كنبغيكم بزاف، وكنبغي كاع الناس اللي مشجعيني وكيدعموني بلي لايك. كنبغيكم حتى انا، كنقول لكم كنبغيكم بزاف. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في فيديو جاي. بسلام عليكم.